وهذا يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، أحيانا أكرر الفاتحة أكثر من مرة في الركعة الواحدة. ما يجوز تكرار الفاتحة يا أخوان، لأن قراءة الفاتحة ركن، والركن لا يكرر. أن تسجد أكثر من سجدتين أو تركع أكثر من ركوع، لا يجوز تكرار الركن. قراءة الفاتحة ركن ولا تكرر. نعم. ويقول حفظك الله، وإذا شكيت أني لم أقرأها فهل لي أن أقرأها مرة أخرى؟ كان هذا وسواس اترك الوسواس، أما إذا كان شك صحيح فأنت تقرأها إبراء للذمة.